مساء الخير يا ولاد، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نديرو فيها تمارين حول نسب المثلثية ونظرية تاليس، فيها أيضا نظرية فيثاغورس. دونك هذو اللي داروهم في اختبارات الفصل الأول، يعني حتى الآن رانا نديرو تمارين أو مراجعات، تمارين مراجعات حول الدروس المنجزة في الفصل الأول، الكومبوزيسيون تاع البروميي تريمستر. Voilà. Donc, tu peux dire pause comme d'habitude la vidéo. Bad, tu as le temps de tout, mais bad, tu fais le hal. Le hal dit le hal de temps. Voilà. Donc, on a fait le mot taïd. On a MN, UAZ, BC. D'accord. Voilà, on a dit que tu fais le hal de temps. Je vais me dire que je vais A, N, ou C. À la istiqama wahida. A. M و B على استقامة واحدة. نريد حساب الطول MN و BM. طولين. إذا قبل rapidement قبل ما نبدأ حبيت نفكركم برك، نقول لكم برك اللي حاب اللي ما فهمش أي درس من دروس الماضية ولا ما عنده تمرين لقى صعوبات فيه ولا عنده أسئلة ولا حب ندير له نحلو بعض التمارين ولا ما على باليش انا، دونك راني نخليها شاك فوا في لي فيديو اللي فاتوا، هذه راني نخلي لكم في لا بار دانفو الميسنجر ديالي، يقدر يتصل بيا بارابور اترافير الميسنجر يصور لي التمرين اللي ما فهموش ولا يبعث لي ميساج يفهمني واش من الدرس اللي ما فهموش ولا باش ندير له اون فيديو سبيسيالمون على هذاك الشيء. فوالا. دونك الان السؤال يقول احسب الطولين حساب ام ان و بي ام. ام ان و بي ام، دونك هنا دائما كي يكون عندكم درت ديجا الدرس تاع نظريه تاليس، مي بون معليش كمراجعة صغيرة، دائما كيكون عندما يكون لدينا هذا النوع من الأشكال، لدينا مستقيمين هكذا متقاطعان، هنا مستقيمان متوازيان، دونك كيما اللي قريتوها في السنة الثالثة، مستقيمان متوازيان اللذان يقطعهما قاطعان غير متوازيان، عندنا هذه نقطة التقاطع تاع هذا الزوج، هذه هي وهذو متوازيان. واش يشكلوا؟ يشكلوا مثلثان، عندنا مثلث هذا والمثلث هذا. دونك دائما في هذا النوع من الاشكال تفكروا دائما نظريه تاليس. دونك ما هي الشروط تاع نظريه تاليس؟ عندنا شرطين، الشرط الاول هو ان تكون النقاط على استقامه واحده. واش من النقاط هذو؟ تبداو دائما من نقطه التقاطع تاع المستقيمين هذوك المتقاطعان ا آه. ان و سي على استقامه واحده، ا ام و بي على استقامه واحده، ولا يمكن ايضا ان نقول لدينا النقاط ا ان سي و ا ام بي على استقامه واحده بنفس الترتيب، لازم تزيدوا بنفس الترتيب باش ما سينو تتح لكم لغويا تجي لكم النقاط في 6 على استقامه واحده وهذا خطا طبعا. فوالا. الشرط الثاني تاع نظريه تاليس هو ان تكون ان يكون مستقيمان متوازيان، يعني هذو اللي عطانا متوازيان و ام ان يوازي بي سي. نقول فحسب نظرية تاليس الآن نديرو النسب، والنسب هذوك منين نبداو؟ تبدا دايما من نقطة التقاطع للمستقيمين المتقاطعان، دونك نديرو هكذا، سوا نديرو أضلاع المثلث الصغير دايما في البسط، ومع في المقامات نديرو أضلاع المثلث الكبير، ستادير أن على AC يساوي AM
على AB ويساوي MN على BC. ولا بدينا من الأضلاع الطويلة تاع المثلث الكبير، ديروا العكس، يعني AC على AN يساوي AB على AM ويساوي BC على MN، هو نفس الشيء. صح ما تغلطوش برك، ما ديروش AN على AC يساوي الى AB على AM، هذا خطأ. دونك AN على AC يساوي AM على AB ويساوي MN على BC. الآن يطلب منا حساب MN مع BM. هنا MN هوليك، لكن BM ما يبانش، BM هوليك هنا في هذه الحالة وفي هذا النوع من التمارين. BM بيسك ما كانش هنا في النسب هذوك، دونك واش نديرو؟ نحسبو الضلع AB، باسك BM ينتمي الى الضلع AB. اذا نحسب الضلع AB اللي راه هنا النسبة هذه، ومن بعد كي نلقاو AB هذا نديرو AB عنده علاقة مع MB ونلقاو MB شحال، يعني BM.